عفوا زي الفيل حسنين. طيب مانيش عارف الاداره، شوف مع الاداره مانيش عارف، تاكد من الاداره. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وقفنا في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نكلم بهم. الشباب ثم شكوا معنا برا ولا شكرا. إذن هذه الفقرة الثانية أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، بعد أن تكلم الشيخ على التكفير قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. شرع الآن في الكلام على الشق الثاني، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة. يعني لا نشهد لمعين من الناس بكونه من أهل الجنة قطعا على وجه التحديد، ما دام حيا. إذا كان الإنسان لا زال على قيد الحياة فلا يشهد له ولا يجزم له بالجنة، لا يقال هذا من أهل الجنة، ولو كان أصلح أهل الأرض لا يشهد له بالجنة على التعيين، وإنما يرجى له الخير، يرجى له أن تكون عاقبته إلى خير ما دام قد عاش أمدا معناها في طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. ايضا المسيئون من اهل القبلة والمسرفون على انفسهم نخاف عليهم ونخشى ان يعني يكون ان تكون معاصيهم سببا لان يعني توبقهم في النار عياذا بالله، لكن مع ذلك ان لا نجزم لهم بنار، وانما نخاف عليهم، نخشى، نشفق عليهم. لماذا؟ لان الاعمال للخواتيم، ولا يطلع على الاعمال الا الله رب العالمين، لا يمكن لاحد أن يشهد لأحد بجنة ولا بلا ولا بنار. قال: ونخاف عليهم ولا نقلقهم، رغم كوننا نخاف عليهم ونرهبهم ونذكرهم بالله ويعني نذكرهم بخطورة ما هم عليه من المعاصي ونحو ذلك، إلا أننا لا نقلقهم، لا نقول لهم أنتم يعني من أهل النار أو أنتم لن يغفر الله لكم، لأن هذا من التأني على الله جل جلاله. الإنسان لا يجزم لأحد كونه من أهل النار، هذا من التأني، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني لا يرضى هذا الصنيع وهو التألي عليه سبحانه. لذلك واحد من الناس قال لأخيه أو قال لغيره، قال معناه واحد جاء به كثير ما يأتي بالمعاصي، قال: إن الله لا يغفر له، أو قال: لا يغفر الله له. قال الله جل وعلا: من الذي يتألى عليه؟ قد غفرت لهذا وأحبطت عمله، أحبط الله عمله بسبب كونه يتألى على الله، يعني يقول لي ولو كان مسرفا من على الذنوب، ولو كان يعني واقع في الكبائر والموبقات، نعم يخشى عليه ويخاف عليه سوء الخاتمة، لكن لا يقال إن الله لن يغفر له يوم القيامة، أو إن هذا الرجل قطعا من أهل النار، لا يجزم له بذلك، لأن الأعمال الخواتيم. قال الشيخ بعد ذلك: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، لا يجوز الإنسان أن يعول على رحمة الله ومغفرة الله فيترك العمل، ولا يجوز له أيضا أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى فيترك العمل. يجب أن يقبل على الله جناحي الخوف والرجاء وجزت المحبة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ينبغي أن يقبل على الله جل وعلا كالطائر له جناحان، جناح الخوف وجناح الرجاء، يعبد الله رغبا ورهبا، يرغب فيما عند الله من الأجر ويرغب عنها ما عنده من العذاب والعقوبة الأليمة عياذا بالله. ولذلك قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. إذا كيف يكون المؤمن في معاملته لربه؟
يكون بين الرجاء والخوف، يعبد الله خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بينهما لأهل القبلة، لا إفراط ولا تفريط، لا يكون فينا في الطرف اللي فيه يأس وقنوط وحزن، ولا يكون أيضا في الطرف الثاني اللي فيه أمن وتواكل وترك للعمل وتعويل على رحمة الله عليه والسلام، بل يكون بينهما. لكن يقول العلماء إذا كان الإنسان مقبلا على ربه وقد دنت ساعته وأوشك على مفارقة الدنيا فليغلب جانب الرجاء، لأنه يقبل على رب كريم تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أخرجه مسلم. لا يموت الإنسان إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن في معناها فترة ومهلة الحياة الدنيا يكون بين الرجاء والخوف، يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه. أما إذا دنت ساعته وأشرف على فراق الدنيا وأحس بلقاء الله وبطلوع الروح فإنه يغلب جانب الرجاء ليموت وهو محسن الظن بالله. في اللحظات هذيك لا يسيء الظن بالله، لا يقول لن يغفر الله لي ويموت يائسا حزينا، بل يغلب جانب الرجاء في تلك اللحظة. هذا الحديث قصة خاصة بشخص ذلك الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني وذروا رفاتي في اليم، رفاتي بتاعي ارموه في البحر وفي اليم وفي كل مكان، لأن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا. فلما مات فعلوا وصنعوا ما أمر، فأمر الله تعالى البحر واليابس والبر أن تجمع ذرات رفاته، فاجتمع وانتصب قائما بين يدي الله عز وجل. فقال الله ما حملك على هذا؟ قال يا ربي إنما حملني على هذا المقام أو هذا الموقف. فقال قد غفرت لك، غفر الله له لأنه إنما صنع ذلك خوفا من هذا المقام، وإن كان هذا العمل غير جائز اللي هو يأمر معناها بتحريق نفسه ومعناها نثر الرفات في كل مكان، وإن كان أيضا مقولته ظاهرها الضلال والكفر. قال لئن قدر الله علي لا ليعذب، لئن قدر كأنه شك في قدرته، والحال أن الله قادر على تهديده، لكن الله عمله بعفوه ورحمه وعذره رب سبحانه وتعالى بجهله، ويعني الله عز وجل عذره بمثل ذلك الأمر وعلم صدقه وهو أنه إنما صنع ذلك خوفا من لقاء الله. ولكن ليس هذا الحديث دعناه بمسوغ لنا نحن أن نصنع مثل صنيع، لأننا نوقن أن الله قادر، أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله قادر على أن يحيي الموتى. فالشيخ أصل من أصول الإيمان أن يصرف كمال الخوف لله سبحانه وتعالى، كما قال يخوفونك بالذي من دونه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يخاف من المخلوقين إلا من كان في قلبه مرض. لا شك الخوف عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، الخوف المقصود به خوف التعظيم والخشية، وإلا قد يكون الإنسان يصدر منه أحيانا خوف جبلي وليس هذا بشرك. قال فخرج منها خائفا يترقب، والإنسان لو خاف السبع على نفسه ولو خاف الكلب المفترس ولو خاف الأسد ولو خاف السباع والحيات لما كان مشركا، لأن هذا خوف جبلة يحصل من الإنسان. في حديث بالبدء الوحي قال صلى الله عليه وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي. فالخشية معناها والخوف ليست معناها مذمومة مطلقة، إنما الخوف التعظيم هو للشرك كما قال أخونا، خوف العبادة لا يصرف إلا لله. ولا يخاف الإنسان مما لا ينفع ولا يضر كالميت مثلا أو الأولياء الصالحين لا يخاف منهم ولا يعني يخشى منهم أبدا، فالخوف منهم للشرك لأنهم لا يكون نفعا ولا ضر. أما الخوف الجبلي كالخوف كما قلنا من الأشياء المخيفة كالخطر والداهم ونحو ذلك، هذا واللص والصداع ونحو ذلك، هذا يعني خوف جبلي ليس خوف خشية وليس خوف شرك. إذن الإنسان يعبد الله بين جناحي الخوف والرجاء. تفضل. شيخ
شيخ يعني الظاهر أن يعني الإنسان عنده كما قلت إذا أشرف على الموت فهو أن يحسن الظن بالله، ولكن نسمع ونقرأ على كثير من الصحابة والسلف الصالح عند يعني سكرات الموت أو قرب الموت وهم يعني نقرأ عليهم أنهم يعني يخافون يعني من الموت أو يخافون من العقاب مثل معاذ بن جبل ومثل الشافعي. هذه النصوص المأثورة عن هؤلاء الصالحين من الرعيل الأول من سلف هذه الأمة ليست معناها ليس فيها معارضة لما نحن بصدد، يعني لا يعني ممكن أن يجتمع لدى العبد الخوف من الله، قلنا خوف من الله وخوف من ما بعد الموت. وعثمان رضي الله عنه كان إذا مر بالقبر بكى، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا معناها سلم الإنسان هذا المنزل الأول ما بعده كان أهون. فالخوف من مما يحصل في القبر والخوف مما بعد القبر والخوف من الموت وسكراته لا يعني لا يمنع من كون الإنسان يحسن الظن بالله. نحن قلنا يجتمع في المرء الخوف والرجاء لآخر لحظة، لكنه عند النزع يغلب جانب الرجاء. يعني هذه المقولات المأثورة عن السلف من كونهم يخشون الله، النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الأخير كان يصب يضع يده في الماء ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله إلا للموت لسكرات. فالموت له سكرات، ومن منا معناها يستقبل سكرات الموت بنفس المطمئنة. يعني هذه مواقف يثبت الله فيها الذين آمنوا بالقول الثابت. فمسألة معناها لا معارضة بين هذه النصوص اللي فيها خوف مما بعد الموت ومن لقاء الله وبين إحسان الظن بالله. إحسان الظن شعور القلب، يعني المهم أن نغلب ذلك. قال الشيخ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه. هذا القول فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الإنسان قد يخرج من الإيمان بمجرد ارتكابه للكبيرة، وفيه هذا المقول أيضا في قوله لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فيه تقرير لما قاله أولا من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بذنب ما لم يستحله، معناه لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقصد هنا تكلم على نوع من أنواع الخروج من الملة، يعني نوع من أنواع الكفر وهو كفر الجحود. إذا جحد الإنسان الإيمان بالله والإيمان به أو أي ركن من أركان الإيمان فهو كافر، وهذا نوع معناه من أنواع الكفر، وليس يعني ليس من كلام الشيخ حصر الكفر في هذا النوع. يعني ليس في الكفر فقط هو كفر الجحود، يعني قد يكون إنسان مؤمنا بشيء معين لكن يقع في مكفر آخر غير الجحود، موقن لكن يقع في مكفر آخر، مثل ماذا؟ ليس كفر مخرج من الملة، نحن نتكلم عن المكفر. يعني ليس الكفر فقط كفر الجحود، قد يكون كفر إباء واستكبار. ولذلك إبليس لعنه الله هل كان يجحد ألوهية الله؟ لا يعلم، قال فبعزتك، لكنه استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره بسبب استكباره وإبائه وسمى كفر الإباء وكفر الاستكبار. فهذا نوع لا يفهم منه يعني كلام الشيخ الحصر، لا يفهم أن الإنسان لا يكفر إلا إذا جحد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل قد يكون مؤمنا غير جاحد مصدق غير منكر بهذه الأركان وهذه الأصول، لكنه يخرج به أمر آخر بالسحر مثلا أو الاستهزاء أو بعبادة غير الله. يعلم، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فهم يعني يوحدون الربوبية اللي هي الخلق والتدبير، يعلمون أن الله هو الخالق، لكن كفروا بأمر آخر وهو الشرك في العبادة، صرفوا العبادة لغير الله مع الله ويكفرون ببعض نعم الكفر ببعض الكتاب، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر، يعني قد يؤمن ببعض الإيمان ويكفر ببعض الآخر، وقد يؤمن بالأركان كلها لكن يقع في عمل مكفر. يعني الإنسان يؤمن أن هذا القرآن من عند الله وأن الله أنزله، ثم لا يريد أن يعمل به ويعرض عنه ويستهزئ به، هذا كفر إعراض، ويصرف الدعاء إلى غيره، ويصرف الدعاء يعني العبادة قصدك لغير الله، لأن هذا مكفر آخر.
ليس يعني أنا قصدي أنه لا يفهم من كلام الشيخ لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه، لا يفهم منه حصر الكفر في كفر الجهود فحسب، لكن هو أنا ساق عليها نوع من أنواع الكفر، وإلا قد يكفر الإنسان من كفر الإباء وكفر الإعراض وكفر الاستكبار وكفر التكذيب والاستهزاء ونحن من أنواع الكفر. قال الشيخ: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن الإيمان بالله عز وجل هو القول باللسان والعمل بالأركان أو الجوارح والإقرار أو التصديق بالجنان وهو القلب. الجنان هو القلب، الإنسان لا بد أن يصدق بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله والقدر اليوم الآخر، ولا بد أن أيضا يعمل ما أمر الله به وأن يمتثل يعني المأمورات الشرعية وأن يطبق يعني ما أوجب الله عز وجل ببدنه وبجوارحه وأن يعبد الله، ولا بد أن ينطق بشهادة التوحيد. هذه ثلاثة مجتمعة لا يصح الإيمان معناها إلا بها مجتمعة كاملة. ينطق يعني لا بد أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله، هذا ما يترفق بشهادة التوحيد، وهذه أول ما تدخله في الدين. يعني لو عاش طول حياته ولم ينطق بلا إله إلا الله قط ما كان مؤمنا، لا بد أن ينطق بها ولا بد أن يعلنها، خاصة عند إشهار الإيمان عند اعتناقه للدين إذا كان غير مسلم. فدخوله للدين لا يحصل إلا بالنطق بداية والتصديق بذلك شيء مطلوب، والتصديق بالقلب، والتصديق معناه المنافي للتكذيب واليقين المنافي للشك، والتصديق والإقرار المنافي للنفي، فهذا عمل القلب. ويبقى الأمر الثالث وهو عمل الجوارح، لا بد أن يعمل معناه ويمتثل الأوامر الشرعية. قال بعد ذلك: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا بد أن يصدق الإنسان بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث ما دام صحت نسبته إلى رسول الله بالسند الصحيح يجب الاعتقاد فيه ويجب تصديقه ويجب الإيمان به ويحرم الارتياب والشك فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق مصدوق من ربه تبارك وتعالى. قال: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، حتى ولو لم يفقه الإنسان مدلولات النصوص النبوية، حتى ولو لم يستوعب معاني الأحاديث الشريفة لا بد أن يصدق بها، علم أو لم يعلم ما دلت عليه كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. شرعت في عبارة: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. فضل الشيخ، يعني خالف مذهب أهل السنة، لأن الإيمان يعني أهل السنة يعتقدون أن هناك تفاضل بين المؤمنين في الإيمان يزيد وأهله في أصله يعني سواء، يعني الإيمان يعني هناك تفاضل ليس واحد، ولكن في ولكن التفاضل بينهم بالتشريع والنصوص سواء في أصل الإيمان، يعني هم سواء في أصل الإيمان، لكن يتفاضلون. الإيمان ليس واحد، يعني ما معنى الإيمان ليس واحد؟ يعني ليس كإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أحد من الناس. أكيد لا شك. إذن الشيخ هذه العبارة من الشيخ الطحاوي رحمه الله مشكلة، ولذلك بعضهم معناها وجد له مخرجا ووجهها وأحسن تأويلها مراعاة وإحسانا الظن بالشيخ. قال: والإيمان في واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأول. كأنه يحب يقول هذا التعقيد من الشيخ وهذا الاستدراك تقييد لما تقدم. يعني لو قالوا الإيمان واحد وسكت لكان قوله باطلا مخالفا للنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان حكم وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى هذا عن طريق ولا حياء شعبة من الإيمان. يعني هو شعب وليس واحدا، هو درجات الإيمان وليس معناه مرتبة واحدة. لو قال الإيمان واحد وسكت لكان كلامه في مشكلة، لكن الشيخ كأنه استدرك، قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني عفوا
ما يكون من الخشية والتقى في قلب العبد يعني يورث ويترجم بالأعمال، وبالتالي يعني يتفاضل الناس في الإيمان، كأنه يحب يقول أصل الإيمان واحد، لكن الناس يتفاوتون فيه في درجات بحسب ما يعني يصدر منهم من أعمال، ولذلك الأعمال تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان. فإذا قوي، قالوا التفاضل بالخشية والتقى، إذا قوي جانب الخشية والتقوى فيه فإن ذلك يعني يترجم إلى أعمال وطاعات، فإذا ترجم إلى أعمال وطاعات وقربات زاد الإيمان، فأن الطاعات تزيد في الإيمان. لكن لا يفهم من كلام الشيخ، وإذا كان الشيخ يقصد أن الناس سواسية في الإيمان فهذا قول باطل ومردود، لا يستوي إيمان ركن وعمر بإيمان غير من الناس. يعني كأن قوله وقال الإمام أبو حنيفة نفس القول. أحسن، نعم. ولذلك الشيخ طحاوي رحمه الله هو نحن قلنا على أي مذهب فقط؟ حنيفة. على المذهب الحنفي، وقد عرف عن أبي حنيفة رحمه الله هذا القول، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، القول أن الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، ولم يذكر الأعمال، وهذا القول معناها مردود، وهو قول مرجئة الفقهاء، يعني تأخير العمل عن مسمى، إرجاء العمل يعني تأخيره، يعني أن العمل ليس من الإيمان، الإيمان قول واعتقاد، يعتقد بقلبه وينطق بلسانه فحسب، هذا يصح منه الإيمان، وهذا مخالف للنصوص. وقد عرف ذلك عن أبي حنيفة ورده عليه أهل العلم، وكثير من الحنفية جروا، خاصة من الحنفية جروا على هذا المذهب، وهو عدم يعني ذكر الأعمال. ولذلك قال الطحاوي، قال والإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. سكت ونزل، ما قالش، قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طيب والأعمال، هذه من الإيمان ولا لا؟ نحن عندنا من الإيمان، نحن معاشر أهل السنة من الإيمان. وهؤلاء الشيخ وطحاوي عبارته أيضا كأنه يوافق أبا حنيفة في عدم إدراج العمل في مسمى الإيمان، وهذا قول مردود مهما كان صاحبه ومهما كان على مرتبته في الفقه وفي العلم والفضل، فإن هذا قول يرد عليه، وقد معناها رد أهل العلم هذا القول ومعناها أبطلوه، وقالوا إن العمل داخل في الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بإجماع التفسير المقصود هنا بإيمانكم الصلاة، حين استسأل المسلمون هل الله تبارك وتعالى سيتقبل منهم وما حال وما شأن الصلوات التي صلوها إلى جهة بيت المقدس، أنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمان، فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة عمل وهي من أعمال الجوارح، ركوع وسجود وذكر وتسبيح ونحو ذلك. فإذا هذا من أصرح الأدلة على أن الأعمال أو على أن الصلاة والأعمال جمع مطلقا من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن الإيمان منه الخلق ومنه العمل ومنه الطاعة ومنه أعمال الجوارح وأعمال القلوب ونطق اللسان، كل هذا من الإيمان. ودل أيضا على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه وليس مرتبة واحدة. وهذا القول، قول المرجئة في معناها تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هو اللي أدى إلى يعني ضعف الإيمان في نفوس الناس. قول المرجئة بكون العمل ليس داخل في الإيمان هو الذي أدى بكثير من الناس إلى التساهل في المعاصي واستمرارها. أقول لك ما دام المعاصي لا تضر، ما دامنا مؤمنين، ما دام الإيمان في القلب ويكفي أيضا به النطق، فالحمد لله نفعل ما شئنا من المعاصي ولا يضر ذلك إيماننا، فيؤدي بهم ذلك إلى التفسخ وإلى رقة الدين وضعفه والغماس في المعاصي. إذن عقيدة الإرجاء من أعظم أسباب الفساد في الأرض، ولذلك هي عقيدة باطلة، والعمل من الإيمان بل من أعظم أركان الإيمان. تفضل. هناك دليل على أن هناك تفاوت في الإيمان. تزوج ووضع الإيمان أبي بكر في كفة، وإذا الأمة في كفة أنا رجحت كفة أبي بكر، اختلاف معنا، لا شيء قوي معنا، أحسنت. بالضبط، نص في أن الإيمان إيمان بعض الناس أقوى من إيمان بعض الآخر، فدل على أن الإيمان أهل فيه سواء المتفاوتون متفاوتون. ولذلك الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان، أضعف صيغة التفضيل.
أضعف يعني أكثر ضعفا دل على أن هناك من الإيمان ما هو أقوى من هذه المرتبة. فالإيمان مرتبة منهم ضعيف ومنهم أضعف ومنهم أقوى. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل من النار من كان في خلقه مثقال ذره من ايمان. احسنت. الله سبحانه وتعالى اثبت في كتابه ان الايمان يزيد. نعم. فقال واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان. نعم. فاذا زاد الايمان فكذلك انه ينقص. احسنت. واذا نقص وزاد فهناك تفاضل يعني. احسنت. لذلك قال العلم ان الزياده على الايمان قد جاء منصوصا عليه في القران. قال والذين قال أيكم زادته إيمان. هذه إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. زادتهم إيمان دل على أن الإيمان يزيد. وأما النقصان فلم يرد في القرآن الكريم ذكر لكون الإيمان ينقص، لكن ورد في السنة تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحدى كل. وهذا الحديث ليس فيه حط من شأن المرأة، وليس فيه انتقاص لها، وليس فيه عنصرية وتمييز تجاه المرأة أبدا، لأنه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر من شأن المرأة التي هي مخلوقة وهي من شقائق الرجال وهي مكلفة تماما كالرجل، لكن فيه إخبار بحقيقة معينة. ولذلك قالت امرأة ما بالنا ناقصات عقل المدينة يا رسول الله؟ قال إن شهادة أحدكم إحداكن على النصف من شهادتي الرجل، وتمكث المرأة أياما من الشهر لا تصلي ولا تصوم. بس هذا هو نقصان العقل في كون ذلك. قال أن تذكر إحداهما، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يغلب على الإنسان النسيان والغفلة. الآن لو كان حصل حادث في الشارع هل وصف الرجل كوصف المرأة؟ المرأة ربما تزيد أكثر، ربما تزيد وربما تنقص وربما تغفل عن بعض التفاصيل. الرجل يقول معنى خاصة في ذلك الزمان ولا وإلى هذا الزمان أيضا تختلف يعني مؤهلات الرجل الذهنية واستعداداته العقلية عن تركيبه أيضا الغريزية والعاطفية. المرأة يغلب عليه جانب العاطفة ونحو ذلك، وهذا أمر ليس بذنب، ذنبا ليس عيبا، هذه جبلة خلقها الله في المرأة وهي ضعيفة وهي وضعفها هذا هو سبب وسبب قوتها كما يقولون. نعم. فالله عز وجل يعني ميز بين المؤهلات والاستعدادات، معناها حتى في الطبيعة حتى في قصد الخلطة. يعني بدن الرجل عليه الصلاة والسلام، بدن الرجل وقوته المادية ليست كقوة الرجل، يقوى على أعمال شاقة لا تقدر عليها المرأة. هل في هذا عيب ومذمة للمرأة؟ هل يعني هي مذمومة لكونها لا تستطيع أن تمارس مثلا الحدادة والنجارة والسباكة والبناء؟ ليس في هذا مذمة ومنقصة، بل هذا ما أهلها الله له والله عز وجل. والرجل معناها ولو كان مفتول العضلات لو كلفته بتغيير حفاضة ابنه لما استطع، ولو كلفته بغسل أواني أو طبخ برتين لما استطع، إلا بعض الرجال بحسن ذلك. لكن معناها قصدي هناك بعض المهن ما يستطيعها سبحان الله، وليس الذكر كالأنثى. والله عز وجل جبل المرأة على بعض الخصائص وهيئها لها وأعدها إعدادا لذلك الشيء، وجبل الرجل وهيئه وجعل له القوام. قال الرجال مقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمعناها النفقة واجبة على الرجل، ولو كانت المرأة غنية لا يجوز له أن يمس شيء من مالها، ولو كانت غنية معناها فإنها معناها تحتفظ بمالها وهو مطالب بالنفقة والكذب والسعي. ولو كانت تعمل هو ماله، إذا أذن لها بالعمل ليس له بعد ذلك أن ينال أن يأخذ شيء من ماله. إذا قالها بتفضل اعملي لك أسمح لك، فقد تنازل عن حقه أو عن شيء من وقته بكونها تمكث في المسجد في البيت. لكن مش يجيها في آخر الشهر يقول هذا خليت تخرجي تعالي أعطيها بسنة. لا، إذا سمح لها خلاص، إذا هي أعطته شيء أعطي بنفس منها فجزا الله خير، لكن هو لا يتسلط على مالها. وإذا لا يريد أن تعمل أو فيمنع له ذلك، لكن لا يسمح لها ثم بعد ذلك يريد أن يستحوذ على مالها.
إذن هذه استعدادات معناها جبلية وفطرية وخلقية، يعني ميز الله فيها بين الذكر والأنثى. الشاهد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودي، فشهادتها على نصف شهادة الرجل، وتمكث أياما لا تصوم ولا تصل أياما من العذر الشرعي. هذا سبب، هذا تفسير نقصان العقل وتفسير نقصان الدين، وليس معنى إنسان إذا عارك مرته قالها أنتما ناقصات، أو أنت معناها بعض يقول زريعة إبليس، حرام، هذا ما يجوز. فهي مخلوق مكلف تماما كالرجل، وهي من شقائق الرجال في الحق. والله تعالى كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن هي من حمال الشيطان، ها؟ لا لا يقول الإنسان المرأة من حمال لا لا مش من ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لما تتعقد تزين يستشرفها الشيطان. نعم، لكن يعني هذه العمل، هذا العمل إذا صدر من المرأة فإن فيه فتنة للرجل تكون مذمومة بسببه، وهي ملعونة إذا خرجت ومرت برجال فشموا ريحها. وكذلك الرجل ملعون إذا قام ببعض الأوصاف، وليس هذا مذمة لجنس الرجال مطلقا، لكن معناها هناك أفعال معينة هي سببها، فهي يعني يفتن بها الرجال، فأمرت معناها بالصيانة وعدم الخضوع للقول والمشي باحتشام والوقار وعدم الخضوع للقول والقرار في البيت ونحو ذلك، لكن مش هذا معناه يدل على نقص في جنسها. كذلك الرجل لو فعل أشياء معينة لكان ملعونا، لو مثلا باع، لو قال لو ارتشى، ولو باع الخمر، ولو تبايع بالربا، ولو كذب ونحو ذلك لكان لاستوجب اللعنة. كذلك المرأة لعن الله النامصة والمترمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، إذا مرت المرأة بقوم فشموا ريحها فهي كذا، ولعن الله النائحة، لعن الله ملك النائحة قال ثنتان في أمتي هما بهما الكفر والطعن في أساس النائحة على الميت، فالنائحة ملعونة كذلك. يعني هناك أوصاف تكون المرأة ملعونة بسببها، لا لأنها ما امرأة لكن لكونها تلبست بها تماما كرجل. إذن لا فرق في أصل التكليف بين الرجل والمرأة، كل أمر شرعي أمر به الرجل فإنه ينسحب على المرأة إلا ما جاء في الشرع التفريق فيه كالمواريث وكالقوامة وكالشهادة وكالعبادات، يعني تجب الجماعة على الرجل لا تجب على الأنثى وغير ذلك. الشرع جاء في بعض التفصيل بتفريقه، لكن من حيث أصل التكليف والعبودية لله تبارك وتعالى هما سواء. إذن هذه النصوص تدل على ما معنى نقصان، قلنا لفظ الزيادة منصوص عليه ولفظ النقصان منصوص عليه في هذا الحديث، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، في إشارة إلى أن هناك إيمان يعني ضعيف وإيمان أقوى. شيخ المصلي المصلي المغرب هو المسلم والقوي فضل توفر في أي شخص أصل إيمان، أصل إيمان. لكن يتفاوتون ثم في المناطق الأخرى يعني. طيب إذا قلنا أيها الأحبة بسم الله الرحمن الرحيم، إن بعض الفقهاء قد وقع في الإرجاء خاصة من فقهاء الحنفية رحمه الله. ما معنى الإرجاء؟ الذي هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهذا المذهب مردود باطل، فإن العمل من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد صلاتكم بإجماع أهل التفسير، فدل على أن الصلاة إيمان والصلاة عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. ولذلك مذهب الإرجاء هو حصر الإيمان في القلب، وبعضهم يحصره في اللفظ، وهذا يعني أشد، بسم الله، هذا أشد وأنكر، أن يقول الإنسان يكفي أن يقول العبد لا إله إلا الله ليكون مؤمنا، يعني اللي يقول لا إله إلا الله خلاص يكفي ذلك، ولو لم يعني مجرد التلفظ، وهذا قول أبطل من أبطل الباطل، يعني لو جاء شخص كافر منافق، لو جاء شخص كافر ما اعتنقش معناها ما لم يفعل الفرائض ولم يعمل الواجبات قال لا اله الا الله واقتصر عليها، فان عند هؤلاء يحكم له بالاسلام، بالدخول في دين الاسلام. ولذلك واحد من السلف
أنكر هذا القول، فقيل له أليس قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله بمثابة المفتاح، ولكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح لك. فكذلك لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن لا بد بعد ذلك أن يتبعها عمل أحسن، وهي مقتضيات، وهي الامتثال والتصديق والحب والإخلاص والعمل ونحو ذلك، والتسليم والعلم، كل هذه من شروط لا إله إلا الله، لا يكفي من مجرد النطق. قال يعني إذا جئت بمفتاح ليس له أسنان فإنه لا يفتح لك. فكذلك لو قال إنسان لا إله إلا الله ثم عبد مع الله غير الله فإنه لا معنى معمل شيء. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك يحبط العمل. والله سبحانه قال نعم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لكن حين كانوا يبطنون الكفر اللي هو منافي للإيمان بطل عمله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لا رسول، والله يعلم أنك لا رسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فيشترط في صحة رحمك الله وقبول من العبد هذه الشهادة أن يكون صادقا، وأن يكون محبا لها، وأن يكون عالما بمقتضاه، وأن يكون ممتنعا عما تنافيه من معالم ومدلولات. اللي يقول لا إله إلا الله معناها ثم يعبد غير الله، اللي يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله، اللي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، اللي يقول لا إله إلا الله ويحج لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويخشى ويخضع لغير الله، لا شك أنها لا تنفع تلك الكلمة. تفضل. يعني المرجئة مثلا يستدلون على أن الإيمان قول يستدل دون العمل، يقولون أن الشخص لا نخرجه، يقولون إن الشخص لا نخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. لما نقول قول تكون مكسورة، لما إذا قلت قال إن حتى يكون معنى الصواب. الخطأ لحن في اللغة تقول قال أن، وإنما تقول قال إن، يقولون إن. نعم تفضل. يعني يقولون إن الشخص لا نخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر إلا إذا جحد شيئا أو استحل محرما، والجحود والاستحلال لا يكون إلا بالقلب، فكيف يعني رد عليهم في هذه المسألة؟ هذا قول باطل، قلنا لأنه حصر للكفر في كفر الجحود، يعني لا يكفر إلا جاحد، هذا قول باطل. قد يكفر المعرض أيضا، وقد يكفر المستهزئ والمستهتر، يعني قد يؤمن الإنسان بفرضية مثلا التوحيد، ثم يؤمن بفرضية، يؤمن بأن يعني يصدق أنه معناها الله هو الإله الذي يستحق العبادة وحده، ومع ذلك يعبد معه غيره استكبارا ومعناها استنكافا، فهذا يكون كافرا، لا كفر جحود، إنما كفر من نوع آخر. فهذا الباطل اللي هو حصر في الجحود أو في الاستحلال. نعم، والاستحلال في الأصل محل القلب، لكن يدل عليه القراءة، قراءة. ولذلك إذا لم يعني نحن إذا لم نجزم بأن هذا الرجل مستحل لشيء كفري فلا نحكم به بكفره. نعم، لأن الاستحلال في الأصل القلب، فإذا برزت لنا قرينة دالة حين جاز لنا أن يعني ننزل يعني أن نوقع عليه الأحكام. شيخ، أليس هناك يعني من الأشياء الكفرية العملية التي ليس دخل لها في القلب؟ بلى، موجود. هناك أشياء كفر يكفر به الإنسان بمجردها دون نظر في باطنه وعقيدته، يعني من والعياذ بالله امتهن مصحفا أو سب الله جل جلاله، سب دين الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل نحتاج إلى أن ننظر في قلبه وما يبطنه من مشاعر؟ وهل نحتاج أن ننظر هل هو يقصد الاستهزاء أو الاستقاص أم لا؟ لا، مجرد سب الدين والملة وسب الرب والنبي والأنبياء والقرآن كفر. نعم، فيعني لا يعني نحتاج بعده إلى النظر في القلب. هناك أعمال يعني يكون أصلها القلب وهو مثل الجحود ومثل بغض دين الله أو شيء من معناه وبغض وكراهة شيء من شريعة الله، وهناك أشياء يعني عملية الكفر بها عملية لا ينظر في معتقد الإنسان أصلا، لو نطق كلمة الكفر قاصدا عامدا فإنه يكفر بموجبها، لو نعل الدين لعن الدين وسب الملة ونحو ذلك يكفر، ولا ينظر في قصده ومع يبتنه من نوايا إلا إذا كان خاطئ كما قلنا بشروط ماذا؟ الخطأ والإكراه والتأويل،
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في عمار بن ياسر حين كان يؤذى حتى يفتن في دينه وقد نال من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حزينا يعتذر متأسفا فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا من الإكراه لشدة العذاب وعدم التماسك والصبر على التعذيب يعني تكلم في جانب في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فكان معذورا بالإكراه. أو كذلك الخطأ مثل الرجل الذي تنغ القدامى سمحت مركز يعني الرجل الذي يعني سافر في فلاة ففقد زاده راحلته التي عليها زاده ومتاعه وماءه فأيقن بالهلاك وأيقن أنه ميت لا محال في صحراء قفر لا ماء فيه فجلس تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت فلم ففتح عينيه فجأة فوجد خيل ناقته ودابته أمامه وعليها زاده ففرح فرحا شديدا وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدتي قل يا ربي أنت ربي وأنا عبدك ولك الحمد أخطأ قال اللهم أنت بشدة الفرح يحصل الفرح أحسن الفرح يخلي الإنسان يخطئ في الكلام مثل الغضب يخلي الإنسان يخطئ في الكلام مثل الحزن أيضا شدة الحزن مثل شدة الجوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب قد يغطي عقله قد يفقد عقله يعني إنسان غضبان القاضي ما يجيش يحتكم إليه اثنين لا يقضي بينهم حتى يعني يهدأ ويتهدأ خواطره وحتى يرتاح ترتاح نفسيا. لذلك قاس العلماء أيضا على الغضب الجوع قالوا لا يقضي القاضي أيضا وهو جوعان قالوا ولا يقضي أيضا وهو حانق وحاقب. الحانق يعني يدافع الأخبثان والحاقب يؤلمه حذاءه ضرب الصباط ما يقضيش أيضا. شوف اجتهاد في الطعام نظروا إلى العلة العلة اللي هي تشوش هذا المقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الغضب قالش لا يقضي القاضي وهو غضبان يقصد مجرد الغضب بل ولو كان فرحان شديد الفرح فإنه أيضا قد يخطئ فرحان جدا جاته بشرى يحكم بأي شيء يقوله ماشي مستعجل جاته بشرى يحب يروح فيعني يحكم كما جاء وقد لا يعني يمهل وقد لا يتروى ولا يسمع شهود ولا يتأمل في البينات. وكذلك لو كان غضبان لو كان حزين حزنا شديدا لو كان فرحان لو كان جوعان مكره إلى غير ذلك. إن الجهل من رأينا من هو عابد لصنم هذا لا يعذر بجهله حتى وإن كان أمره مهل لا يقضي القاضي قلنا وهو غضبان قاس عليه العلماء أحوال أخرى تفيد تشويشه أو يحصل بسببها تشويش وده. ولذلك في الصلاة لا يصلي قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حتى إذا كنت الآن حضر الصلاة طعام وأنت تشتهيه وأنت جائع لا تصلي بل تبدأ بالطعام حتى لا تذهب يعني خاصة تكون جعان يعني يكون مروح من الخدمة منهك ما في الخدمة ما لقاش وقت ياكل حاجة فأول ما روح للدار وحط له طعام قال الله أكبر ومعناها مازالت 5 دقائق على الإقامة. فهذا إذا بش يمشي يبدأ معناها حزين يبدأ بالفعل متأسف خاصة إنه وروح يلقاه بارد طول النهار تعب وجائع وروح يلقاه بارد معناها ما عادش الطعم فهذا بماذا يبدأ؟ يبدأ بالطعام يأكل شوية يمشي يصلي عاد يرجع لا قالوا يأكل حتى يشرب نعم مش بقالك الضرورة عند الضرورة عند أكل الميتة ولا شرب الخمر تقدر بقدره لكن هذا يعني ما دام يشتهيه يأكل ولا بحضرة طعام. حديث انه لا طيب. علاقه فيه طيب. قصدت على الغدر بالجهل هذه مساله اخرى. السجود للصنم لا يعذر فيه الانسان الانسان ساجد للقبر ولا ساجد للصنم ولا ساجد لآلهة لا يقال قد يكون جاهلا. هذه مساله خاصه العاشين في بلاد الاسلام حتى غير الاسلام يعني لا احد يعني يجهل وان السجود لغير الله كفر خاصة في كما قلنا وهو يعيش بين المسلمين ويرفع الأذان ويسمع القرآن والتونسي ومسلم وينطق باللغة العربية. هل يجهل واحد من المجتمع اليوم أن السجود لصنم كفر؟ لا يحصل هذا لأن مع في مجتمعين على الأقل نحن نحكم على ما نعيش. فحتى اللي يعيشوا في البوادي وحتى اللي يعيشوا في رؤوس الجبال يعلمون أن السجود لغير الله كفر. وحتى لو لم يعلموا هم كفار. هم كفار معناها نحن من حيث الظاهر نحكم على أن هذا العمل
كفر والله عز وجل إن كانوا حقا وصدقا وواقعا جهال بحيث يجهلون أن السجود لغير الله كفر فأمرهم إلى الله. لكن نحن لا نشك أن السجود لغير الله كفر. طيب نواصل أيها الأحبة. قال بعد ذلك والمؤمنون كلهم أولياء الرحمة. المؤمنون تربط بينهم علاقة الولاية والمحبة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا بد أن توالي المؤمن ولو كان فقيرا ولو كان يعني متواضعا ولو كان يعني بائسا ولو كان قليل المال ولو كان غير ذا سلطان إلى غير ذي سلطان ولا جاه ولا منصب ولا نفوذ. لا بد أن تواليه وتنصره وأن لا تخذله وأن لا تظلمه. لماذا؟ لأنه مسلم رابطة الإسلام. ولذلك يعني يقدم هذا الشخص الذي فيه الأوصاف على القريب وعلى الأب وعلى الإبن إذا كان كافرين في الحق إذا كان كافرين. إذا كان أبوك والعياذ بالله أبو الشخص كافرا فإنه يكون أخوه يعني المسلم أقرب إلى الله منه وأحب إليه من ذلك الكافر مع حرصي على دعوة الكافر. لكن بينك وبين ذلك المسلم رابطة أخوة أقوى من رابطة الدم التي بينك وبين قريبك الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فقال المؤمنون كلهم أولياء الرحمة. المؤمنون كل من يتصف بالإيمان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو ولي لله وولي لك أيضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا بد أن تتولى. ولذلك موالاة المشركين ومظاهرتهم ومناصرتهم على المسلمين كفر لأنها يعني قطع في رابطة الإيمان ولأنها تهز من عروة الإسلام التي تجمع بينك وبين المسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية معناها الإيمان هو سبب الولاية وسبب العلاقة بين المؤمنين. والله عز وجل مولى الذين آمنوا. والله تبارك وتعالى أمرنا بموالاة المؤمنين ومناصرتهم. الله ولي الذين آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والولاية يلزم منها كما قلنا النصرة ويلزم منها معناها المودة والمحبة. والله جل وعلا يوم القيامة يظل شخصين تحابا في الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ما جمعهم إلا المحبة في الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل ذهب يزور أخا له في الله فاعترضه ملك فقال إلى أين؟ قال ذهب إلى أخي في الله أزوره. قال فإن الله عز وجل معناها قد أحبك أو غفر لك بحبك لي لأخيك. فمجرد محبة الإنسان لأخيه المسلم لله عز وجل لأنه مسلم لأنه مؤمن تحبه لا بد من ذلك ولا بد في المقابل أن تبغض الكافر والمنافق. لذلك معناها نحن مأمورون ببغض الكفار. وهل يتنافى بغض الكفار مع إرادة الخير لهم وإرادة دخولهم في الدين؟ لا يتنافى. تحب له الخير وتحب له الصلاح والإيمان وتحب له الهداية وأيضا تبغض ما هو الآن عليه من الكفر. تبغض صنيعه وتبغض فعله وتبغضه هو حال كونه كافر ومع ذلك تحرص في المقابل كل ما سنحت لك الفرصة على أن يدخل في دين الله. يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الكفار والله عز وجل قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومع ذلك كان يتعرض لهم في أنديتهم وفي أسواقهم وفي مجتمعاتهم يدعوهم إلى الله. ويعني حتى إن الله عاتبهم في بعض المناسبات حين أعرض عن
عبد الله بن أم مكتوم، وكان قصده الانشغال بفطاحل وصناديد قريش المشركين الذين لو أسلموا فإن الناس تبعهم قد يدخلون في دين الله. قصده طيب وحسن، لكنه أعرض صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم فعاتبه الله بذلك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى إلى آخر الآية. تفضل. الميزان هنا ما عادش موجود طبعا. أنا إذا ما كان مش كل يوالي في الكفار وإلا كان مش كل معناه يربح فهم يوالي من البريد. فماش الميزان بتاع على كل حال، وكلامك أنت هذا فيه نظر. لما تحكم على أن هذا الميزان اللي هو بعض الناس الآن إما يوالي المشركين دفعة واحدة ويقع في ناقض، أو أنه معناها يقتل من؟ المسلمين. يقتل الكفار معناها ولا يرحمهم ولا يرحمهم ولا يريد لهم الخير. ولذلك يعني هذا الكلام قصدي يحتاج إلى إحصاء واستقراء. عملنا إحصاء في المجتمع المسلمون الآن، هل هم بالفعل فاقدون لهذا الميزان الدقيق؟ الا من على حسب الا من رحم الله موجود موجود شيء تستغني احد ولا لا؟ لا مش نعم على حسب الموجود اي في الحسب الموجود اليوم كلهم فاقدون للميزان؟ لا مش كلهم. طيب الحمد لله. اذا كلام يعني معناه قصدي الانسان يعني ينسب الامور يقول الان يعني انجاز القول يعني كثير من الناس يغفلون عن هذا الميزان وهو معناها محبة الخير معاقد ولا بالضعف. كثير من الناس يعني يضعف عندهم جانب هذه بالفعل معناها بسبب معناها اشتراك المجتمعات ومعناها المخالطة وكذا قد يضعف هذا الجانب. ولذلك لا بد أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله عز وجل. لا يجوز أنه معناه يقدم الكفار وأن يحبهم وأن يعني يعاملهم كمعاملته للمسلمين، بل ربما يحتقر أخاه المسلم وتراه يعني يتزلف ويتقرب إلى الكفر، وربما يحبه هذا على خطر عظيم. لا ينبغي هذا شيء. تفضل. وهذا معناه بسبب ضعفنا نحن، بسبب ضعفنا. ابن خلدون يقول المغلوب تبع للغالب، ولع أبدا باتباع الغالب، ولع أبدا باتباع الغالب. إذا كنا أمة مغلوبة فسوف نتبع الغالبين، وسوف إذا كنا مغلوبين فكثير منا سوف يعني يخضع قهرا لسطوة الغالب. لا، لذلك علينا أن نكون أقوياء وأعزة. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا بد أن نكون أعزة بالله تبارك وتعالى. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نعتز بالإسلام ونحب المسلم ونحب هذا الأخ كما قلنا المسلم المسكين البائس، بائس على قصدي الفقير المعدم، أحبه وأتولاه وأبغض ذلك الكافر أو المنافق الذي يعني إذا رأيتهم تعجبك السلام، وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. تجد الكافر منهم معناها وراسه، تجد معناها لابس لبسة ربما تسوى معناها تعيل ولو بعتها تنفق على عوائل من المسلمين، ومع ذلك تبغض. هي ما تخترش بالمظاهر معناها. شيخ فهم الميزان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. طيب تفضل. هناك يعني في الموالاة، فما هناك موالاة بين المؤمنين والكفار وهذه يعني واضحة، وهناك موالاة بين المؤمنين فيما بينهم. الإنسان يوالي أخاه بقدر قربه من الله، ويبغض ما فيه من الفسق أو المعاصي بقدر تلك المعاصي. المهم ما دام مسلما فله حظ من الولاية وحظ ونصيب من الولاية، بعد ذلك تزيد وتنقص بحسب قربه بحسب طاعته وتقواه. فإذا كان تقيا لله عابدا تزيد موالاتك له وتحبه أعظم، وإذا كان فاسقا معناه مسلم لكنه تقع منه المعاصي فإنك أيضا تبغض تلك المعاصي وتبغضه بقدر ما فيه من المعاصي وترجو له أيضا الهداية. لكن نرجو الهداية للكافر، فكيف بأخينا المسلم؟ والله تبارك وتعالى يوالي العبد المسلم بقدر ما فيه من الإيمان. قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه إلى الحديث. إذن يعني بقدر قرب العبد من الله يتولاه الله جل جلاله. الله عز وجل أيضا لا يعامل الناس بمعناها قدر متساوى، بل سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين المحسنين الداعين، والله يحب
المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعت. فالله قريب من الداعين، قريب من المخبتين، قريب من السائلين، قريب من المنكسرين. ومعناها بقدر تقرب الإنسان إلى الله وخضوعه وانكساره يجد معناها الخير يعود له. شيخ، قد دخل أخونا في باب آخر اسمه باب الهجر. باب الهجر صحيح هو وارد في السنة النبوية، ولكنه في هذا الزمان أصبح بالتبديع والتفسيق وما شابه هذا. الهجر وارد في السنة، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين في غزوة تبوك حتى معناها تاب الله عليه. والهجر يعني يكون أحيانا وقائيا، وأحيانا معناها يكون معناها أحيانا ممنوعا، أحيانا يعني يكون نافعا وأحيانا يكون ممنوعا. هذا هو الهجر الجميل، هجر جميل، يكون هجر جميل لا ظلم فيه ولا تصرف. الهجر وارد فالناس لا تتوسع فيه، يعني لا يلغى بالكلية لأنه واقع وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا يتوسع فيه فيكون بالهوى والظن والتشاهي وحظوظ النفس. أي وحظوظ النفس، ما عجبنيش هذا مبدعو بناء علينا وشو لا، سبحان الله. وأيضا العلماء قالوا حتى ولو كان المهجور يستحق الهجر فإنه يقدر الإنسان، إذا كان الهجر لا ينفع معه فإنه لا ينجر، لا ينجر. إذا كان الإنسان رأسا في البدعة وداعي إلى البدعة، من أنت حتى تهجره؟ ولا يلتفت إليك، ولا هو أتباع ولا هو تلاميذ. إذا هجرته أنت أيها الداعية وأيها العالم، إذا هجرته معناه ولم تناقشه ولم تناصحه وأنت أهل لمناظرته ومحاجته، فمن الذي سينصح؟ وإذا لم يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتألف بعض الناس، في بعض الأحاديث كان جالسا فدخل عليه رجل فألان له في الحديث، وفي بعض الروايات فرش له فراشه، معناه أعطاه فراشه أو تنازل له عن فراشه وأجلسه في محله وهش له. ثم بعد ذلك قال بئس أخ العشيرة حين خرج، بئس أخ العشيرة. قالت يا عائشة رسول الله ما بالك يعني ألنت له الحديث ثم حين خرج قلت كذا. فأخبر أنه أحيانا بعض الناس يتألفهم لفحشهم، وأخبر أن شر الناس عند الله من يتقيه الناس اتقاء فحشه، شر الناس عند الله اللي أنت تعامله بالخير ابعدني برك، غير خطانا من شر هكا بالمعنى هالدارش، خطانا من شر وخطانا من الظلم نتاعه، والعياذ بالله هذا شر الناس عند الله. فاللي معناها تتعامله تكلفا ويعني تخشى ظلمه وسط سط 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 معناها تسلط وسطوة لسانه ونحو ذلك، فليس هذا نفاق، وإنما يعني بل هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حبش يجرح مشاعر، ورغم أنه يعني بذيء اللسان ذلك الرجل، ورغم أنه متهوى ولا يراعي مشاعر الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليه بل يعني تلطف به وجاراه إلى أن يعني حتى لا يصدر منه قول قبيح ونحو ذلك. حتى عبد الله بن أبي فالهجر إذن أي الهجر، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى المنافقين ورأسه عبد الله بن أبي أراد أن يصلي عليه ومعناه هم بل صلى عليه، ونزل الله تعالى الأمر بعدم الصلاة على المنافق، لا تصلي على أحد منهم لا أبدا ولا تقوم على قبره. فإذا الهجر أحيانا يكون نافعا إذا كان الشخص مثلا يعني إذا كان في زمن السنة فيه قائمة والناس على السنة وعلى خير وأهل العلم لهم كلمة والحمد لله السنة منتشرة، ويجي واحد يعني ينشئ ويبتدع ويحدث حدثا، فهذا يعني وينصح ولم ينتصح ويذكر ولم يتذكر، فهذا يهجر ويحذر منه حتى يعني تقمع بدعته منذ نشأتها. أما إذا كان كما قلنا له أتباع وتلاميذ ومعاهد وكذا، فأنت قد تكون محاجته وفضحه ومناظرته إذا كنت صاحب حجة وبيان أولى من مقاطعته ومفاصلته بالكلية، لأنه لا يتضرر بهجرك إياه. شيخ يعني نرجع قليلا إلى الوراء في قوله في قول المؤلف وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، لعل يعني كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون متواترا وقد يكون أحادا، فهل يقبل الأحاد في باب العقائد؟ نعم يقبل الأحاد في باب العقائد. إما أن تفرق أخي الحبيب بين مسألتين، هناك خبر ظني الثبوت وخبر قطعي الثبوت، حديث ظني الثبوت وحديث قطعي
الثبوت. هذا من حيث التقسيم نعم صحيح، قطعي الثبوت كالحديث المتواتر أو الآية القرآنية، وأما ظني الثبوت كخبر الأحد، هذا من حيث الثبوت. وأما من حيث العمل فلا فرق بين ظني الثبوت وقطعي الثبوت إذا صح. يعني نقول خبر الأحد هو صحيح، هو من حيث الثبوت، حيث الثبوت ظني، لكنه صحيح لا وهو صحيح عفوا من حيث العمل لا فرق. يعني إذا استدل شخص بخبر أحد لا تقل له إن استدلالك مردود لمجرد كونه خبر أحد، بل هو مقبول ما دام صحيح. طيب ما الفرق شيخ بين ظني الثبوت وظني الدلالة؟ ظني الدلالة من حيث استنباط الأحكام، هناك لفظ لا يدل على المعنى مباشرة، ظني الدلالة في المعاني واستنباط الأحكام، وظني الثبوت في وروده إلينا، يعني ورد لنا من طريق واحد كما قلنا خبر أحد، وخبر الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحاد ومتواتر أحاد ومشهور وعزيز، هذه كلها ثلاثة أنواع من أخبار الأحاد، فهو ظني الثبوت لأنه خبر أحد. لكن إذا صح خبر الآحاد الذي هو ظني الثبوت فإنه يجب أن يعمل به في العقائد والمعاملات والعبادات والآداب، لا فرق، لا يفرق أهل السنة في العمل بين الخبر الآحاد والخبر المتواتر، بين ظني الثبوت وظني وقطعي الثبوت لا يفرقون في العمل به، ولا أيضا يعني يقسمون بين أبواب المعاملات وأبواب العقائد، كل يستدل به ما دام صحيح. ما دام خبر الأحاد قد صح سنده وعدل رجاله وحكم عليه أهل الحديث بالصحة وجب قبوله ووجب العمل به، ومذهب أهل السنة وجوب العمل به. ولذلك الحديث العظيم اللي قال أهل العلم إنه شطر الإسلام، قال بعضهم ربما الإسلام، وقال بعضهم عليه مدار الإسلام، وقال آخرون إن معناها مئات وآلاف المسائل تدور عليه، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد يرويه عمر فقط ويرويه تابعي عن الصحابي فقط عنه ويرويه عن الصحابي تابعي واحد، فهو حديث أحد لكنه صحيح السند، وهو حجة في كثير من مسائل الشرع. إذن يعني لو كان خبر الأحد يعني لا يعمل به لا يعني لا افتقرت كثير من المسائل الى الادله الشرعيه، لا فرق بين باب العقائد ولا باب العبادات، الا كما قلنا التقسيم حيث ظني الثبوت وقطعي الثبوت. لماذا يسمونه ظني الثبوت وهو صحيح؟ نعم يسمونه ظني الثبوت لانه يحتمل ان يكون ضعيفا، ثم احتمال، يعني هل هذا التابعي الذي روى هذا الحديث عن الصحابي معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. هل يحتمل أن يكون أخطأ في بعض ألفاظ الحديث ولا لا يحتمل؟ يحتمل. خلاص إذا ظني ثبوت هو ثابت، لكن ثبوته ظني وغلبة الظن معمول به، حتى يفرق بين الحديث المتواتر الذي يرويه الكافة عن الكافة عن مثل إلى منتهى وأسنده إلى الحس وهو أقوى درجات الثبوت الصح، حتى يفرق وهو تفريق عقلي منطقي، قسمة معناها من حيث الواقع، هذا ورد بطريق واحد وهذا ورد بطرق متكاثرة متعددة، لكن من حيث العمل لا فرق، بل أكثر نصوص الشريعة أخبار أحد. ولو قلنا بقول بعض الطوائف بمعناها الرد وعدم العمل به في العقائد لا معناها تعثرت كثير من المسائل، وأيضا فضلا عن أن بعضهم يقول لا يعمل بالآحاد حتى في باب العبادات، وهذا أو قوم أبطل من الأول، فضلا عن قول آخرين من الجهال يردون السنة بكلية وهم القرآنيون، يعني لا يعتمدون سوى القرآن، وهذا قول أيضا ظلم كفر
لأنه رد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى في كتابه أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباع هديه، وأمر باقتفاء أثره، وأمر بالتأسي. فأين سنته؟ وأين آثاره؟ وأين هديه الذي سنتبعه إذا انكرنا السنة؟ الحمد لله، والله عز وجل كريم، ولم يعني يضيع سنة نبيه، وقيض لها رجالا وعلماء وأفذاذ نافحوا عنها وأوصلوها وبلغونا إياها بحمد الله. وقد دونت السنة في الكتب وفي السنن وفي الصحيحين وغيرها، والحمد لله، وتجاوزت القنطرة، يعني خلاص العلماء الآن لا يبحثون فيها، لا يبحثون في العمل وتنزيلها عن المسائل المتجددة، ويجتهدون في تلك المسائل بناء على تلك النصوص، ولا يعني يردون النصوص. من اليوم يطعن في البخاري ومسلم؟ لا أحد، إلا في نصوص قليلة جدا فيها محل خلاف بين أهل العلم في الثبوت، لكن من حيث الجملة هي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فلا يعني يجوز هدم السنة بالكلية وإنكارها يعني مطلقا، هذا قول باطل. وحتى أصحابه يعني مشبوه فيه الناس اللي ينكروا السنة بالكلية. أصلا هذا المذهب القرآنيون صنعها إنما يدعمه الاحتلال البريطاني، وظهر في الهند وباكستان في رد السنة، والقاديانية كذلك، يعني بعض الفرق مشبوه نشأتها، وإنما يعني تدعم لهدم الدين، مثل بعض الجمعيات تمول لهدم الدين ونحو ذلك. ويمولها شكون؟ من؟ يمولها جهات مشبوهة لا تريد الخير للدين، منهم من بني جلدتنا ومنهم من الأعداء الكفار المليين أصليين. فإذا يعني الصراع هذا موجود دائما، فالسنة إذا ثبتت وجب العمل بها. شيخ سؤال الحكيم، شيخ، القرآن هو متواتر هذا باتفاق، لكن لماذا إذا هو متواتر وهو قطعي الثبوت، لماذا يردون يعني النصوص التي فيها مثلا فيها صفات الله عز وجل مع أنه متواتر؟ ربما إذا جاء في السنة أحد يعني قالوا أنه ظني الثبوت فلا يؤخذ منه وهو حديث أحد، هو لماذا القرآن رده وكذلك؟ يعني ما هو اللي ينكر صفة من صفات الله الثابتة في القرآن الكريم يكفر، لأنه يعني رد آية قرآنية. لكن الآن أهل التأويل هم لا يردون لجحودا بآية معينة، إنما هم أهل شبهة، يعني عندهم شبهة، عندهم تأويل، يعني هم يؤولون. والتأويل نوع من الرد ونوع من صرف الكلمة عن موضعه، لكن يعني هو صدر عن ناس لا يعني يقصدون الرد على الله عز وجل، لا يقصدون يعني تكذيب القرآن، لكن وقعوا في مسلك فيه يعني خطر ويصوب ويعني يناقشون كذا. فلا يقال أن القرآن متواتر وإن الآيات اللي فيه جاءت في ذكر الصفات، فمن أولها فكأنه رد المتواتر وراد المتواتر كافر من توقعته. هذا يعني هذا المسلك غير سليم، يعني تكفير لا يكون هكذا، إنما يكون لمنكر القرآن أو منكر حرف من كتاب الله، منكر لثبوته. أما التأويل خاص في باب الصفات فهو معناها المسألة وقعت بتأويل بشبه، ليست يعني بإنكار وجحود للآيات القرآنية. نعم. بالنسبة للمنهج الذي أسمعني المنظر كان مشهود معناه الثبوت فأنه ثابت النص ولا مش ثابت، إذا انظرنا أنه النص ثابت نمروا لمرحلة ثانية أنه الدلالة بتاعه دلالته أنه ثابتة ولا لا، ومن بعد ننظر مثلا إذا كان منسوخ هذا النص ولا ناسخ، فهمت قصدك أخوانه، معناها يقصد هو يقصد معناها هل راد آيات الصفات يعتبر جاحدا لها؟ الجواب بالنسبة للمعروف الجماعة اللي وقعوا في التأويل، طبعا من كان منهم قاصدا الرد على الله وقال إن الله ليس من صفاته كذا، أصلا الآية هذه اللي فيها صفة لله الله الصمد، اسم الصمد يدل على صفة الصمدية، قال الله ليس بالصمد وليس من أسمائه الصمد ولا يتصف بهذه الصفة، هذا كفر. الجعد بن درهم شيخ، الجعد بن درهم الذي نفى أن الله كلمه. أيوة نعم بالضبط، هذا لذلك هذا الذي كفره العلماء، ومنه وقيل أنه ذبح أصلا، ذبحه بعض واحد من الأمير في ذلك الزمن، فقيل أنه ضحى به بسبب أنه معنى قال الله ما كلم موسى تكليما، ومسألة ثانية وانه لم يتخذ ابراهيم خليلا. نعم يعني هذا كفر، معاندة لله، واتخذ الله ابراهيم خليلا، هو انكر ما
مش قضية مثلا قال إن اليد مجاز للنعمة، إن يد الله مجاز ومعناه أو نحو ذلك القوة والنعمة، هذا قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، رد القرآن بحرفيته، هذا الإشكال. إذن أحبتي قال بعد ذلك الشيخ الطحاوي وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرم إذن المؤمنون أولياء الله وأولياء الرحمن، وأنت عليك أن توادي المؤمنين أيضا أيها المسلم، وأن تتولاهم وأن تحبهم لما فيهم من محبة الله. ولذلك كل شيء فيه محبة لله وطاعة لله أنت تحب. جبل أحد حين معناها أحب معناها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب المؤمنين أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه المؤمنين. جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، لما كان معناها أحب المؤمنين أحبه المؤمنون. وكذلك المؤمنون مطالبون بمحبة الملائكة لأنهم يعني يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، والملائكة يحبون المؤمنين. لمن؟ من الرابط بينهم بين الملائكة وبيننا؟ طاعة الله. لما كان المؤمنون يطيعون الله ويذكرونهم أحبهم الملائكة واستغفروا لهم وصلوا عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملائكة يصلون على رسول الله لأنه أكمل الناس وأخشاهم لله وأتقاهم لله، والملائكة يسبحون ويستغفرون للمؤمنين، قال ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، نعم يستغفرون للذين آمنوا لأنهم مؤمنون بالله ولأنهم طائعون لله، بل حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. يعني لماذا؟ لأنه في عبادة لله. إذن كل من يعبد الله تحبه أنت، وكل من يعبد الله تحبه الملائكة وتحبه الجمادات ونحو ذلك، ويحبه الله جل جلاله. إذن الغاوة هو طاعة الله وعبودية الكون كله لله تبارك وتعالى. فالإنسان معناها عليه أن يحب المؤمنين لأنهم أولياء لله ولأنهم طائعون لله. أخوك المسلم تحبه وتنصر له حق عليه، وفي الحديث لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل تأخذ 5 مليمات من مال أخوك المسلم إلا بطيب نفسه. لماذا؟ لأن له حرمة في المال وحرمة في الجسد وحرمة في العرض، ولا يجوز أن تضع عليه يدك، ولا يجوز حتى أن تدفعه، ولا أن تمسه، ولا أن تضربه، ولا أن تخدشه خدشة واحدة، ولا أن تؤذيه بشوكة. لأن لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه مؤمن، لأنه نفس معصومة، لأنه عنده حرمة. شوفوا اليوم المسلمين في شيء ضارب في الشوارع وفي الملاعب وغير ذلك، بل يقعوا حتى في والعياذ بالله في بيوت الله وفي بعض معناها المساجد، ويعني يقع خصام وشجار. هذا كله لا يجوز. بالذات الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخي. إذا أكرم المؤمنين عند الله أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. فعلينا إذا أن يعني نراجع أنفسنا أيها الإخوة، ونراجع هذا الميزان، وهذا الميزان معناه بالفعل مختل لدى معناها بعض الناس. يعني تجده يعني يضحك في وجه الفاسق، وتجد بشوش في وجه الفاسق، وتجد معناها يتقرب إليه، وتجد يكسب يريد معناها أن يرضيه، ويريد أن يكسب وده، ويريد أن يخطب وده، وهو أفسق الناس. ثم تجده مع المسلم يزدريه ويحتقره، وإذا صافعه ربما صافعه بأطراف أصابعه وببرود وبجفاء. لا ينبغي هذا. لماذا؟ لأن الحال ترثى ولا هي ترثى أبدا. علينا أن نراجع الميزان في التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل الضخم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض أو بعوض، لا يزن عند الله بعوض، وهو يوزن مئة في الدنيا 200 كيلو. في اليابانيين الكفار
الكفار اللي يعملوا في الرياضه مصارعه بتاع المصارعه كم كيلو ينزل واحد منهم تورناتو معناها اذا مات على الكفر ياتي يوم القيامه ولا يزن عند الله لوبا بينما عبد الله بن مسعود يعني نعم عبد الله بن مسعود حين ارتقى الجبل ومعناه تدلت قدماه وانكشفت ساقاه صاحب الصحابه وقال تضحكون من دقه ساقي فهو الذي نفسي بيده انهما عند الله اثقل من جبل احد ولذلك قال في الحديث رب أشرف أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر رب رجل معناه أدف أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب يعني الناس لا تستقبله إذا مشى لإدارة يردوا ورجع غدوا من الباب الحاجب من الباب يقول له أصلا مش متقابل حد أصلا حتى معناه في الاستقبال يستقبلوش العساس في البواب البرانيين يقول ورجع مدفوع بالأبواب وهو عند الله يعني له أقسم له معناها له شأن وله منزل لو أقسم على الله لو دعا الله ولو قال اللهم إني أقسم عليك أن تنجي الزاري شيء فلاني لأجاب الله دعاه مثل الذي ينتظر سيدنا عمر مثل أخو الربيع رضي الله عنه رضي الله عنها حين كسرت الربيع ثانية امرأته الربيع اختصمت مع امرأة وكسرت لها سنتها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم القصاص السن للسن قال أخوها والله لا تكسر سن الربيع وكانت جميلة الربيع أخوها قال والله لا تكسر سنها ليس محادة لقاء شرع الله وليس ردا لشريعة الله وحكم الله لكنه أقسم على الله يعني من باب حسن الظن بالله قال والله لا تقسم سن الربيع قال فرضي قومها بالعرش الحمد لله يعني جعل الله مخرج استجاب الله ورضي قومه بالعرش بالمقابل بالدية خذوا فلوس الحمد لله ولم يقم القصاص فلأنه معناها كأنه بينه وبين نفسه معناها واثق في الله ليس معاندة ومحادة مش كما معناها اللي يرد شرع الله نعم ليس اعتراضا على شرع الله فهذا من الصالحين اللي لو أقسموا على الله لأبر هو أقسم بينه وبين نفسه قال والله لا تكسر مش جاء في ساحة القصاص واخطفها وهربها وإلا جاء مثلا معناها يستهزأ بالشريعة ونحو ذلك لن يصير هذا الأمر هناك شريعة الدية شيخ هناك وقتها يعني شريعة الدية الدية نعم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدية ماذا يعني ماذا حدث لو هو عندما أقسم ماذا تغير يعني مشى هو أهله أو هو أو قبيلته أو جماعة فاوضوا أهل سلط المرأة واسترضوهم وعرضوا عليهم الدية فقبلوا لو أصرهم يعني هو من الصالحين ولذلك الله عز وجل شرح قلوب أولئك قوم تلك المرأة فرضوا بالدية وتنازلوا والحمد لله أكرمهم قالوا أكرمهم عند الله أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال بعد ذلك شيخ والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله جل جلاله إذن الآن استرد لك أركان الإيمان الستة التي دل عليها جاء حديث جبريل حين قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فالإيمان بالله عز وجل إيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قوم مكرمون وأنهم يعبدون الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم معناها قد محضهم الله لعبادته وأن لهم وظائف كثيرة منهم ملك الموت ومنهم ملك الجبال ومنهم النافخ في الصور ومنهم النافخ في الصور ومنهم الموكل بالقطر في السماء ومنهم ملك الموكل بالجبال ومنهم موكل بالريح ومنهم موكل بقبض الأرواح ومنهم حفظة الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه حتى يأتي أمر الله إلى غير ذلك من الأصناف الكثيرة من هؤلاء المخلوقات الكريمة وهم ليسوا عباد ليسوا أبناء لله تبارك وتعالى وليسوا إناثا لا نقول إناث ولا نقول أيضا إنهم ذكور بل هم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم الإيمان بالكتب أيضا السماوية ونؤمن أن كلها فيها النور والهدى والخير وأنها نزلت في كل زمن مراعاة لظروف أهل ذلك الزمان وأن فيها إصلاح لشؤون أولئك القوم الذين نزل فيه وأن تلك الكتب كلها مؤقتة وأنها كتب مرحلية تعالج المشاكل الموجودة في ذلك الزمان أما القرآن الكريم فهو كتاب عالمي كتاب خاتم
كتاب خاتم، وشأن الكتب بكتاب الخاتم أن يكون مستوعبا وشاملا صالحا لجميع الأمم وجميع الأماكن وجميع الأوقات، فهو الكتاب الخاتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت ستا لم يؤتهن أحد قبل. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فكتابه أيضا أنزل إلى الناس كافة. يجب على كل عربي وعجمي وأشقر وأحمر وأصفر وتركي وحبشي وفارسي ورومي، يجب عليهم أن يصدقوا كلام الله وأن يعملوا به وأن يمتثلوا ما فيه من أوامر وينتهوا عما فيه من زواجر وملائكته وكتبه. ومن أنكر شيئا من كتاب الله القرآن الكريم، من أنكر حرفا في ثبوته، فهو كافر بالله العظيم. واليوم الآخر أيضا إمام القدر، الإمام اليوم الآخر، وأول منازل اليوم الآخر القبر. القبر أول منازل الآخر. فالإمام اليوم الآخر الإمام بالسكرات، والإمام بالنزع، والإمام بملك الموت، ثم الإمام بالقبر، ثم الإمام بما يحصل في القبر من نعيم وعذاب، ثم الإمام بالقيامة، ثم الإمام بالصور، والإمام بالحشر، والإمام بالحساب، والإمام بالشفاعة، والإمام بالحوض، والإمام بالصراط، والإمام بالجنة والنار، وغيرها من مشاهد يوم القيامة. كلها داخلة في الإمام باليوم اليوم. ثم الإمام بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. يعني هو شر بالنسبة للإنسان، لكن كل ما يقضيه الله خير. الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وهو حكيم خبير سبحانه، ولا يقدر الأشياء عبثا وسدى. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فظاهر هو شر من حيث يعني نظرة الإنسان إليه. فبالنسبة للإنسان الموت مصيبة، والمرض آفة، والفقر كفر، كما قال علي: لو كان الفقر رجلا لكفرته. والنبي كان يستعيذ من الفقر، ويستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال، ويستعيذ من الفقر والكفر. فالله قدر ذلك كله قدرا كونيا، فالإنسان يؤمن به، ويعني لكن عليه أن يعلم أن في تقدير الله عز وجل الخير والحكمة. يعني ربي سبحانه وتعالى خلق العقرب وخلق الحية، وقدر أن تلسع الإنسان وأن تلدغ هذا وأن تميت هذا، وهو من قدر الله، وهو شر بالنسبة للإنسان، لكن الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. عجبا لأمر الله، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن اللي يصبر على الضراء خير له، فإنه في الآخرة يوفى أجره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل بعض الآثار فيها أن الصحابة كانوا إذا لم يعني يصيبهم بلاء تهيبوا الأمر وراجعوا أنفسهم، لأنهم يعلمون أن البلاء يكفر السيئات، وأن المرء يبتلى على قدر إيمانه. فخطأ أن تظن أن الابتلاء راه معناها عقوبة من الله. الابتلاء فيه تكفير للسيئات، لا بأس، طهور إن شاء الله. فالابتلاء والمرض يكفر الله به السيئات بالنسبة للمؤمن المحتسب. بعض الناس يريد يعبد الله ويقرأ ويدرس ويطلب العلم ويسافر ويتكلم ويقول ما شاء، ويعني يلبس ما شاء، ويدعو إلى الله ويقرأ ويعبد وكذا، ولا يريد أن يؤذن الله، ولا يريد أن ينبذ بكلمة، ولا يريد أن يتهد، ولا يريد أن ينال من عرضه، ولا يريد أن يسجد أو يوقف، ولا يريد أن يأكل كف في سبيل الله، لا أبدا. هذه السنة الكونية، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، كما يقول ورقة بن نوفل. فإذا الإنسان يعني لا يسأل البلاء، لا تسأل الله، لا تسأل الله مواجهة العدو، لكن إذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. يعني المقصود إنه الإنسان يعني لا يتمنى البلاء، ولا يتمنى الموت، ولا يتمنى لقاء العدو. وإن كان لا محالة متمنيا الموت، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني
إذا كانت الوفاة خيرا لي. فبالنسبة للإنسان كما قلنا لا يتمنى المرض ولا يتمنى معناها العقوبة ولا يتمنى الضراء، لكن إذا أصابه شيء من ذلك يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا فيه تكفير للسيئات وفيه رفع للدرجات وأن أمره كله خير وأن الإنسان يكفر عنه بسبب هذه الابتلاءات. ما يصيب المسلم من غصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن بها عن خطاياه. فالذنوب كفارة للخطايا ويعني تحط من أوزار العبد. والقدر خيره وشره، إذن هو شر بالنسبة للعبد، لذلك الإنسان يتأدب مع الله. نعم يقدر الله الخير ويقدر الشر، لكن الإنسان يعني من باب الأدب مع الله لا ينسب الشر لله. ولذلك الحديث قال والشر ليس إليك، فالله قدر الشر. فالموت كما قلنا الله سمى الموت مصيبة، فهي مصيبة، المصائب شر في ظاهرها هي خير من حيث العاقبة للصابر المحتسب، لكن هي في الدنيا شر وبلاء. والله سماه مصيبة، ومعناه المسلم المقصود أنه معناها فيها قد ينظر إليها على أنها شر، لكن الله عز وجل يعني إذا صبر يعني يحسن عاقبة خيره وشره حلوه ومره. هذا من أركان الإيمان الدال عليها حديث جبريل. ولا يصح إيمان إنسان حتى يستوفي هذه الأركان الست. لو آمن بخمسة من ستة يصح إيمانه؟ هل هو مؤمن ناقص الإيمان؟ لا يصح، هو كافر بالله. لا بد أن يؤمن بالأركان الستة مجتمعة كلها. ولذلك عبد الله بن عمر جاءه رجل وهو في مسجد الكعبة في مكة، فقال له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا بالعراق أقوام ينكرون القدر ويقولون إن الأمر نفل. قال إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مراء مني. شوف الولاء والبراء، أنا متبري منهم وهو مازال متبري مني، مش يجي ينتسبوا لي مش يجي يعتقدوا أني أنا معناها منهم وأن أنا من ملتهم. تبرأ منهم وأعلن براءتهم منه وقال والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حديث جبريل، قال ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن نؤمن بذلك كله ونؤمن أن الله جل جلاله قد أوجب علينا الإيمان بأركان الستة كان وأوجب علينا الإيمان بالرسل كلهم ولا نفرق بين الرسل. كيف يقال لا نفرق بين أحد من رسله والله عز وجل أخبر في كتابه قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف يجمع وبين قول الله تعالى في سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله وبين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ما وجه الجمع بين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض؟ شيخ نؤمن بأنهم كلهم أنبياء ولكنهم أن الله فضل ما معنى لا نفرق بين أحد من الرسل؟ في النبوة، الإيمان به. إذن قال لا نفرق في أصل النبوة كلهم أنبياء من قبل الله. فضل شيخ عندك جواب؟ أنا نفس الجواب أنت. أنا ولكن ربنا لما ذكر في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي في الخصائص النبوة كل نبي أعطيناه خصائص معينة، منهم من أعطيناه خصية أنه كلم الله عز وجل، ومنهم من أعطيناه كسيدنا عيسى هي الموت. والآية مثلا لم نفرق بين أحد من الرسل هنا مقصود فيها؟ فكما اذا نفس الجواب بالايمان نفس الجواب. فضل الرسل بعض مع بعض اولي العزم مثلا فضلهم رب سبحانه وتعالى على سائر النبيين. نعم صحيح، فضل اولي العزم على سائر النبيين واولي العزم انفسهم متفاوتون في في المرتبه فافضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. التفضيل يسير من الله وليس من التفضيل يقول أخونا من الله وليس من العباد، يعني أنت لا يجوز لك أن تفضل بين نبي وآخر.
كلام صحيح هذا؟ يعني لو قلت أنا أن محمدا أفضل صلى الله عليه وسلم من جميع الأنبياء، كلام صحيح ولا غلط؟ صحيح. 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 ربنا. لماذا صحيح؟ بأمر الله. بأمر الله. إن الله لو أنت قلت ظهر أنك تراجعت في كلام. لماذا هو صحيح؟ لأنه قد ورد به النص أنا سيد صحيح لأني أنا قلت ولا لأنك صحيح لأن النبي أخبر بذلك أنه أفضل من الأنبياء، فمعناها إلا إذا كان التفضيل على جهة الاستنقاص. يعني الإنسان معناه يقول أن هذا النبي أفضل من فلان على جهة ويقصد الحط من فلان من الأنبياء، فهذا الذي لا يجوز. شيخ هناك حديث لا تفضلون على موسى. نعم لا تفضلون على موسى، لا تفضلون على يونس، لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون فيكون موسى أول من أفاق، فلا أدري أفاق بعدي أم أنه كان ممن استثنى الله. ماسكم بأقار. نعم فهو ماسكم بأحد قوائم العرش. تفضل. يعني هل موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فيفيقون، فلا أدري هل موسى عليه فإذا بموسى آخر بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل استثنى موسى لم يصعق؟ ربما تفضل. هل موسى لم يصعق أم أنه عليه السلام أفاق قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث يعني فيه منزلة موسى وبيان لفضل موسى. قال بعض أهل العلم هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضلون وإلا فإنه في الواقع أفضل من موسى عليه السلام، أنا سيد ولد آدم. وقال في الحديث الآخر أيضا نهى عن التفضيل عن موسى عليه السلام، لأن الناس قد لأن بعض الناس قد يعني يتبادر لهم من ظاهر الآية الحق من مكانة موسى وهو مليم وظن أن لن نقدر عليه. هذه الآيات قد يظن بعض الناس معناها الحط من منزلة يونس عليه السلام، فنهى النبي أن يفضل صلى الله عليه وسلم على يونس، وهذا من باب التواضع. طيب بعد ذلك قال ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، من حيث أصل الرسالة كلهم رسل وأنبياء، لكن في الدرجات فضل الله بعضهم على بعض وفي المرازب والمراتب كذلك وفي الآيات والمعجزات فضل وغير ذلك. قال نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، إذا نصدقهم كلهم على ما جاءوا به نؤمن فضل نصدقهم ونؤمن أنهم صادقون وأنهم يعني مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. طيب. ثم قال بعد ذلك وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبون بعد أن لقوا الله عارفون وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذه نعم في بعض النسخ مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، هذه آخر جملة يعني نحن نتعرض إليها في هذا الدرس وهي تتعلق بأهل الكبائر. فأهل الكبائر موقف المسلمين موقف أهل السنة منهم أنهم ليسوا بخالدين في النار كما ذهب إليه الخوارج المعتزلة يرون أن الخوارج لأنهم يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة أيضا يرون أنه إذا مات الإنسان على الكبيرة فإنه في النار. لكن طيب في الدنيا بين منزلته لا هو مؤمن ولا هو كافر، فإذا مات مؤمنا ختم له بالإيمان، وإذا مات على تلك المعاصي ولم يتب منها فهو من أهل النار. وأما الخوارج فيرون كفره حتى في الخلود، الآن هو يكفرونه بعد أن وقع في تلك المعصية قبل أن يموت قبل أن يختم. إذا الموحدون من المسلمين، الموحد معناها اللي يعبد الله وحده ويصلي ولا يشرك به شيئا وهو مع ذلك واقع في المعاصي لا يحكم له بالنار
ما دام على قيد الحياة بل هو مسلم وحتى إذا مات أيضا فإنه لا يحكم له بالنار، لا يشهد للعاصية في على القال الحي بالنار ولا يجزم له بالنار بل يخاف ويخشى عليه، ولا يحكم علي العاصي أيضا الذي مات على المعاصي بالنار ولا يعني يجزم بأنه من أهل النار ما دام موحدا ما دام مسلما، فإن المعاصي لا تنافي التوحيد وإن كانت تنقص منها من الإيمان، وصاحب المعاصي تحت المشيئة سواء مات تائبا أو مات عاصيا تحت مشيئة الله، المهم المسلم موحد يصلي. هذه آخر مسألة إن شاء الله سنعود إليها بالتفصيل في الحصة الجاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.